طبعا حول الأسواق العالمية ينضم إلينا رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي ماركت. أهلا بك معنا رائد. خليني أبدأ بهذا الانكماش يعني من اليابان إلى تحذيرات باول بأنه راح يكون هناك ربما انكماش يقترب من 30%، على الرغم من أنه الاحتياطي يمكن نوه بأنه قد لا يلجأ إلى معدلات صفرية. هل يمكن أن يتراجع الاحتياطي الفيدرالي برأيك عن هذا القرار في ظل هذه النسب العالية من حدوث انكماش بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟ يعني من المطلوب بشكل كبير أن يقوم الفيدرال الأمريكي بمزيد من التحفيزات في الأسواق، ولا يكفي ما قام به حتى الآن من تحفيز، لأنه إذا نظرنا مثلا على اقتصادات أخرى كالاقتصاد الياباني الذي أطلق حزمة التحفيز تكاد تصل إلى 22% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في وقت توقعات أن يهبط الناتج المحلي الإجمالي الياباني ب 22%، بينما الاقتصاد الأمريكي حتى الآن حزمة التحفيز لم تتجاوز 12 إلى 13%، على الرغم من أنه هناك توقعات ب يعني انكماش كبير مثل ما تفضلت قد يصل إلى 30%. بالتالي يفضل الفيدرالي التمهل بعملية إرسال التحفيز أو تحفيز الاقتصاد بشكل مطلوب إلى أن يكون هناك على الأقل عودة لفتح الاقتصادات تماما إلى مستوى مقبول نسبيا أو ما يقارب 50 إلى 60% ما كان عليه قبل الأزمة، حتى يكون هناك يعني استفادة حقيقية من حزم التحفيز، لأنه بالآخر حزم التحفيز ما هي إلا أموال إضافية تتم ضخها للشركات حتى تقوم بالتوسع بالإنتاج. ولكن إذا كان هم الشركات هو مجابهة النفقات الدين السابق إضافة إلى دفع الرواتب والأجور دون تحقق آلية الإنتاج الفعلي، فلا يوجد هناك تعافي من الأزمة الاقتصادية ولا يوجد تعافي من الركود الاقتصادي. إذا يجب أن يكون هناك فتح المجال لأسواق هذه المؤسسات وهذه الشركات التي يتجه الفيدرالي إلى شراء سنداتها، بينما لأسعار الفائدة المنخفضة فأعتقد الأمر يعني حسم من خلال لجنة الفيدرالي الأخيرة. نعم أسعار فائدة صفرية، لا يوجد هناك فرصة خالية من المخاطرة مغطاة من قبل الحكومة أو المركز الأمريكي الفيدرالي الأمريكي، إنما يوجد هناك استثمار داخلي وتوجه نحو الفرص الاستثمارية الموجودة داخل البلد وتوظيف أكبر لرؤوس الأموال أو الرسامين الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية دون الحاجة إلى ضغط هذه الرسامين إلى أن تكون إلى البحث عن بدائل أو وسائل أخرى إذا تم تطبيق أسعار فائدة سلبية. طبعا طيب يعني رائد واضح أنه أيضا عم نشوف تراجع للدولار يمكن بعد 4 جلسات بعد هذا الحديث لباول، لكن دعني أسألك أيضا الذهب، يعني وإحنا عم نحلق لمستويات 1760 مع هذا الضعف اللي عم بيواجه الدولار، هل بتنا قريبين أيضا من مستويات 1800 دولار بالنسبة للأونصة كملاذ آمن؟ برأيي الشخصي جدا نحن قريبين من 1800 دولار للأونصة بنتيجة أولا الحديث الأكبر عن البرامج التيسير وآثارها على الاقتصادات بشكل عام، انخفاض قوة شرائية للدولار الأمريكي والعملات والسلع، والتوجه نحو الذهب كملاذات آمنة في الفترة الحالية يدعم بشكل كبير أنه يكون في عندي توجه إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب قد تتجاوز 1800 دولار للأونصة. وفنيا تأكدنا من هذا الأمر مع اختراقنا لمستويات 1750 دولار للأونصة، ميسا كانت هذه المستويات مستويات مهمة جدا يجب تجاوزها حتى يتم إضافة 30 إلى 50 دولار للأونصة في وقت قريب نسبيا، وبالتالي بناء قاعدة لأسعار الذهب يمكن أن تصل إلى تساعدها على اختراق مستويات 1800 دولار للأونصة حتى يعني وفتح آفاق جديدة لأسعار يعني غير مسبوقة على الذهب أعلى من 1900 دولار التي كان قد وصل إليها سابقا، وممكن جدا أن يكون في عنا يعني فوق 2500 دولار للأونصة، نظرا لأنه أنا عندي أسعار فائدة سلبية متراجعة، برامج تيسير قد تبقى مفتوحة لعامين أو 3 أعوام، وهذا كله يصب في صالح
السلع المقيمة بالدولار الأمريكي، ممكن تكون النفط وممكن يكون الذهب كذلك الأمر، يكتسب مزيد من الارتفاعات نتيجة لضعف القوة الشرائية لهذه العملات. نعم، شكرا لك رائد على كل هذه التفاصيل، وأنت رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي.